بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا متابعين الكرام، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خبر من الكويت، صحيفة الكويتية تصرح وصول طائرة على متنها 200 مستشار وقاضي مصري الى الاراضي الكويتية على طائرة تابعة للخطوط الكويتية كانوا عالقين في مصر لاستئناف الموسم القضائي الجديد. القضاء والمستشارين كانوا عالقين في مصر بسبب جائحة كورونا، لكن الحمد لله وصول الطائرة التي تحمل 200 مستشار وقاضي، طائرة تابعة للخطوط الكويتية كانوا عالقين في مصر لاستئناف الموسم القضائي الجديد في الكويت. ربنا يسهل الحال. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.